بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. طبعا الأحداث كتيرة، ويمكن الوسط الرياضي المصري فيه تفاصيل كتير وأحداث كتير، والنادي الأهلي بما أنه أفضل وأكبر نادي في إفريقيا وفي مصر وفي الوطن العربي عنده مناسبات عديدة جدا خلال الفترة القادمة. قبل ما ادخل في تفاصيل كتيره متعلقه بحلقه النهارده، يمكن طبعا وحشتوني كتير الفتره الاخيره عقب رمضان والعيد، فتره اجازه سريعه، رحله عمل للمغرب، واكيد رحله العمل دي هنتكلم عليها في الحلقات اللي جايه. نخلص بس من مباراه السوبر، مباراه الترجي، وعندي ليكم تفاصيل مهمه جدا متعلقه بدور السوبر الافريقي واللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه بالنسبه لبطولات النادي الاهلي على المستوى الافريقي وعلى المستوى الدولي، مش هتسمعوها الا من خلال شاشه قناه الاهلي. لكن بنرجع لكم النهارده، واكيد عندنا مباراه مهمه جدا بعد اقل من 72 ساعه، مواجهه قويه مع بيراميدز في لقاء السوبر المصري. مباراه ان شاء الله هتقام في ابو ظبي يوم الجمعه على استاد محمد بن زايد، استاد نادي الجزيره الاماراتي، يوم الجمعه حوالي الساعه 7:30 مساء بتوقيت القاهره. لكن عموما حلقه النهارده فيها تفاصيل وفيها موضوعات مهمه جدا، وزي ما قلت الساحه الرياضيه المصريه فيها كلام كتير، وكمان هنتكلم على مباراة الأهلي والترجي التونسي، لأن النهارده كمان في قرارات جديدة متعلقة بهذه المواجهة اللي هتقام بإذن الله يوم الجمعة بعد المقبل في تونس، في انتظار أكيد اجتماع لجنة الانضباط خلال الساعات اللي جاية. لكن بسرعة عشان وقت الحلقة معاكم بيبقى قصير، نروح لسؤال حلقة النهارده من برنامج الترند. وسؤال النهارده عايز أعرف رأي حضراتكم في أفضل تشكيل ممكن يلعب بيه الاهلي مباراه السوبر المصري امام بيراميدز، وكمان توقعاتكم لنتيجه اللقاء. تقدروا تشاركوا معانا عبر صفحات القناه على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، وفي اخر الحلقه ان شاء الله هننشر كل تعليقاتكم ونشوف تعليقاتكم ورايكم في التشكيل والنتيجه، وباذن الله يكون السوبر اهلاوي. لكن بسرعه نروح لاهم العناوين. في ترند الاهلي، الفريق يواصل استعداداته لمباراه السوبر، وكمان كاف يعلن مواعيد مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري الأبطال. وفي الترند العالمي، تقارير تؤكد اقتراب ميسي من الهلال السعودي. طيب نروح بسرعة لأهم مباريات اليوم واستعراض مباريات اليوم. النهاردة في مجموعة من المباريات، كلنا عارفين الجولة 26 و27 و28 هتتلعب خلال شهر مايو، لكن النهاردة الساعة 8 مساء على ملعب أسوان في محافظة أسوان الجميلة، أسوان بيستضيف المصري البورسعيدي. طيب نروح لمباريات الدوري الإنجليزي، والساعة 10 من مساء اليوم ليفربول بيستضيف فولهام، وفي نفس التوقيت أيضا مانشستر سيتي بيستضيف ويست هام يونايتد. طيب مباريات اليوم في الدوري الأسباني، الساعة 8:30 من مساء اليوم فالنسيا بيستضيف فياريال، وأتلتيكو مدريد بالساعة 11 مساء اليوم بيستضيف قادش، وفي نفس التوقيت 11 مساء اليوم أيضا ختافي بيستضيف سيلتا فيجو. دي أبرز مباريات اليوم، وبالتأكيد الكل بينتظر مباراة القمة، قمة السوبر المصري ما بين الأهلي وبيراميدز بإذن الله يوم الجمعة المقبل في أبو ظبي. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع، عندنا تفاصيل وحكايات وكواليس وأخبار وأسرار مهمة جدا عن المرحلة اللي جاية، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب احنا راجعين عايزين نتكلم في الكوره وطريقه اللعب، ونجيب بقى مداخلات ونشوف راي النقاد الرياضيين، والسوشيال ميديا بتتكلم على مباراه القمه ازاي، ومين هيواجه مين. مباراه كوره، عايزين نتكلم في الكوره، ولكن للاسف تفضل كده دايما السمه الغالبه للكره المصريه هي المشاكل والقضايا واللوائح والقوانين. ليه؟ لان محدش عايز يلتزم، يعني محدش عايز يلتزم بنصوص اللوائح والقوانين. كل واحد بيتكلم بانتمائه، بأهوائه، بوجهة نظره، رغم ان المشرع لما بيكتب نص او بيشرع نص في القانون او في اللائحة بيبقى ليه فلسفة. هل حد بيفكر في فلسفة البند القانوني اللي مكتوب؟ محدش بيفكر. ولكن ختاما للتفاصيل اللي لسه هقولها، خلاص هي مباراة ما بين الاهلي وبيراميدز، بطل كأس مصر النادي الاهلي، الوصيف بطولة الدوري اللي فاتت نادي بيراميدز، وهيلعب ان شاء الله مباراة السوبر يوم الجمعة في ابو ظبي على استاد محمد بن زايد في ملعب نادي الجزيرة. وكل التحية والتقدير لاشقائنا في الامارات، بصراحة يعني مجهود كبير جدا بيقوموا بيه عشان المباراة تخرج بصورة طيبة
والنهارده حتى كان في بيان لسه يمكن اقول تفاصيله وحاجات كتيره جدا. ولكن خلال الفتره الاخيره الواحد بقى كان عايز يرجع يتكلم في الكوره، وعندنا تفاصيل مهمه جدا لجماهير الاهلي في محلي وافريقي. ولكن النهارده عندنا موضوع مهم انا كنت بتابعه على الفتره اللي فاتت حوالي اسبوع 10 ايام بتابع واقرا واشوف واسمع تصريحات. محدش عايز يسال نفسه سؤال، مباراه كانت في يناير، ليه القرارات اتاخرت لغايه شهر ابريل؟ هو محدش خد باله ان كانت في لجنه قبل كده تم الهجوم عليها بطريقه لا تصح، واللجنه دي قدمت استقاله؟ ما هي اللجنه لو كانت استمرت ونظرت في الموضوعات بشكل سليم كانت خدت قرارات من فتره. بس يقول لك ايه؟ سايب كل ده ويجي دلوقتي يقول لك ليه القرارات بعد ثلاث شهور؟ انا مش هقول اسماء حد على فكره، يطلع كابتن فلاني، لاعب سابق فلاني، اعلامي فلاني، كل واحد حر في وجهه نظره، بس احنا لازم نفكر الناس اللي حصل. اولا الواقعه نفسها، انا من اول يوم قلت هنا اصلا مفيش واقعه، مفيش موضوع، وسبحان الله بعد فتره طويله يطلع الحاج عامر حسين يقول لك لا تقارير الحكم ولا تقارير المراقب ولا الشريط الاصلي المباراه ولا اي حاجه. فيديو كده من موبايل متصور اتقدم من غير حتى ما يتاكدوا من صحته طلعت قرارات، لكن ما علينا. محدش سال نفسه اللجنه اللي كان تم انتخابها وموجوده بشكل رسمي مشيت ليه؟ محدش سال نفسه. طيب اللجنه اللي جت واحنا من دي 1 من اول يوم بنتكلم ان التعيين اللي تم يا جماعه تعيين غير قانوني، والناس دلوقتي بتتكلم فتقول لك لا تعيين قانوني، لا التعيين غير قانوني، لان في لائحه، في لائحه نظام اساسي، اللائحه دي الاتحاد الدولي بيعتمدها. هل التعيين اللي تم هل تم بناء على لائحه النظام الاساسي؟ لا، قولا واحدا لا. ده وجهه نظر؟ لا ده مش وجهه نظر، دي لائحه. ليه بقى لائحه؟ لو نروح للماده 65 من لائحه النظام الاساسي، ليه انا هستعرض ده النهارده؟ لان انا شفت تصريح لعضو في اتحاد الكوره، ودي انا شايفها على المستوى المهني كارثه، ان يطلع عضو في الاتحاد يعلق على قرار لجنه او يعلق على قرارات لجان جوه الاتحاد. فده اولا لا يجوز. ثانيا عضو سابق في لجنه سابقه طلع علق، وبالتالي هو يعتبر مسؤول سابق، فلا يجوز اصلا يتم التعليق على قرارات اللجان. ثالثا وده الاهم، بيان منذ قليل صدر من وزارة الشباب والرياضة، أنا بصراحة قريته كله مش قادر أتخيل إن البيان بالشكل ده بدون ما يرجعوا لائحة النظام الأساسي يتأكدوا هل الكلام اللي كاتبينه ده صح ولا غلط. نعرض مع بعض لائحة النظام الأساسي في المادة 65 اللجان القضائية، آخر بند فيها البند رقم 7، وركزوا في التفاصيل، خدوا بالكم القوانين والنصوص تحديدا اللوائح الحرف بيغير المعنى. انا مش هقول بقى انا راجل قانون، انا درست قانون وخريج حقوق والحمد لله بتقدير كويس، بس انا ما بحبش اطلع اقول انا دارس قانون انا راجل قانون. نقرا اللائحه، نقرا النص. في حال التوقف الدائم لرئيس او نائب رئيس او عضو اللجنه القضائيه عن اداء المهام الوظيفيه اثناء مدته، يعين المجلس مش حد تاني، بديلا لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية، حيث يعين المجلس عضوا جديدا للجنة القضائية المعينة عن الفترة المتبقية. آخر بند معاكم، آخر بند، في حال التوقف الدائم للرئيس أو نائب الرئيس أو عضو اللجنة القضائية عن أداء المهام الوظيفية أثناء مدته، يعين المجلس مش حد تاني، المجلس بديلا لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية، حيث يعين المجلس عضوا جديدا. ما قالكش لجنة بالكامل، ما قالكش لجنة بالكامل. ليه بقى المشرع هنا الفلسفة بتاعته انه يقول البند بالشكل ده؟ لان اللجنة القضائية اللي بيتم تعيينها هنا سواء لجنة الانضباط او لجنة الاستئناف، ما ينفعش يكون اتحاد الكورة خصم وحكم في نفس الوقت، فبالتالي مش مديله صلاحية إنه يعين لجنة بالكامل، لا هو ولا غيره. يعني حتى لو جات له رسالة عين الناس اللجنة دي هي اللي تدير، لا أصلا كمان غير قانون. هتيجي تقول لي أصل الوقت كان ضيق ولازم تتعين لجنة عشان تاخد قرارات، ماشي، هو في الأساس ما ينفعش تعين لجنة، بس أنت عينت لجنة، الطبيعي تعمل جمعية عمومية غير عادية لاعتماد ترشيح اللجنة. أنت ما عملتش كده، أنت عينت اللجنة وسبتها تشتغل وتاخد قرارات مش موجودة في نصوص المواد الموجودة في لائحة المسابقات أو لائحة الانضباط، وفي الآخر طلعت القرارات وعملت أزمة ومشاكل لناس كتيرة.
انت لو من اول يوم باصص على التفاصيل صح ما كنتش وصلت لكده، ما كنتش وصلت لكده. والناس في الاتحاد عارفين الكلام ده على فكره، محدش فيهم يقدر ينفيه. لذلك النهارده لما الاقي بيان وزاره الشباب والرياضه طالع بالشكل ده، وهو المفروض خصم وحكم في القضيه، لان في قضيه على قرار اداري صدر مش قرار فني، قرار اداري صدر مش قرار فني، المفروض الوزاره تنتظر، المفروض عضو اتحاد الكوره ينتظر. ذاكره السمك اللي ممكن البعض يعتقد ان احنا هتبقى موجوده مع الكل وننسى بعد 10 سنين ويتقال ان في مظلوميه حصلت في 2023 مش هتحصل. هنسجل بالتاريخ وبالايام، هنسجل بالتاريخ وبالايام. اللائحه قدامكم على الشاشه هي واضحه، الرئيس او نائب الرئيس او، وفي الاخر يقول لك ايه؟ يعين عضوا، يعني مش لجنه بالكامل معينه، مش لجنه بالكامل معينه. وبالتالي تعيين لجنه الانضباط تعيين مخالف للوائح النظام الاساسي. بالمناسبه النادي الاهلي عشان نادي الوطنيه عمره ما يقدر يشتكي هيئه مصريه ولا مؤسسه زي اتحاد الكره في الاتحاد الدولي وغيره عمل كده. يعني غيره عمل كده في اربع خمس مناسبات، مش اول مره، اربع خمس مناسبات. وفي الاربع خمس مناسبات كان ممكن يحصل ايقاف نشاط، بس هي عشان الشكاوى اي كلام، كلام فاضي يعني، ورق ملوش لازمه، بتعدي. لكن النادي الاهلي قرار اداري طعن عليه. فعضو في اتحاد الكره يطلع يتكلم ويقول رايه وهو اصلا مش عارف الفرق بين الانضباط والاستئناف، دي كارثه لوحدها. لما يكون عضو في اتحاد كوره مش عارف الفرق بين اللجنه التاديبيه ولجنه الاستئناف، دي في حد ذاتها بصراحه انا مش قادر اتخيل ده معناه ايه. عضو في لجنه سابقه بيتكلم في امور قانونيه هو مش قاري كويس جدا، واللجان السابقه مع احترامي الكامل ليها كانت بتبعت خطابات بالغلط اصلا. يعني يقول لك ايه، انا راجل قانون. طب ما كنت بالنسبه انت راجل قانون او الاتحاد او اللجان كانت رجال قانون يعني، وانت بتبعت خطابات للاتحادات القاريه او الدوليه، ركز انت بتبعت لمين. ما ينفعش تبعت للاتحاد الافريقي وتكتب اسم السكرتير العام غير اسم السكرتير العام اللي موجود. فلما يجي حد يطلع يتكلم على اللوائح ما يحسسش الناس ان هو بيتكلم بلغه واثق من اللي بيقوله والناس كلها غلط. لا، احنا بنتكلم بورق، احنا بنتكلم بورق. وبالتالي النادي الاهلي لما صدرت قرارات من لجنه الانضباط، لجنه غير قانونيه وفي طعن عليها وفي قضيه في القضاء الاداري وتحدد جلسه. واعتقد المفروض يعني لما يكون في جلسه في القضاء الاداري او في مجلس الدوله، اي مسؤول ما ينفعش يطلع يعلق على قضيه لسه منظوره او لسه هيتحكم فيها او يتخذ فيها قرار، احتراما لاحكام القضاء او احتراما للهيئه الموقره اللي هتنظر فيه هذه القضيه. ما بالكم بقى بمؤسسات المفروض تكون فاهمه كويس قوي يعني ايه قضيه منظوره قدام مجلس الدوله لا يجوز ان يتعلق عليها. بيان صدر من الوزاره في توقيت انا شايفه بصراحه خطا كبير جدا، تصريح صدر من عضو في اتحاد الكره في توقيت غلط جدا، وحتى اللي كاتبه اصلا غلط. لا عارف الفرق بين الانضباط والاستئناف، عضو اتحاد كوره ولا اعلامي ولا لاعب سابق ولا حاجات كتير جدا بصراحه ماشيه في الوسط الرياضي للاسف بشكل خاطئ جدا. ما علينا من كل التفاصيل دي، الاهلي كمان طعن في لجنه الاستئناف. هل لجنه الاستئناف ليها الحق انها توقف القرار؟ اه ليها الحق. ارجعوا يا جماعه للوائح الاتحاد الدولي اللي هي بتبقى ملزمه على كل الاتحادات الوطنيه والمحليه. يجوز لرئيس اللجنه ان هو ينظر في الاستئنافات وينظر لقرار او لطلب للمستأنف على هذا القرار او على هذا الحكم ان هو يوقفه لحين النظر فيه. هتقول لي اصل في قضايا سابقه ما حصلش. الراجل المستشار الجليل عادل الشرباجي لما طلع صرح على مساله ايقاف القرارات المتعلقه بالاستئنافات شرحها كويس جدا، بس ما حدش ركز في اخر كلمتين. خدوا الجزء الاولاني وقعدوا يذيعوا الفيديو مره واثنين وثلاثه وعشره. واعلامي ممكن يكون له انتماءات حب يجيبه مره واثنين وثلاثه وعشره. ولكن الراجل مستشار جليل زي المستشار عادل الشرباجي قال لك جمله مهمه جدا، قال لك ايه؟ لا ننظر في الاستئنافات الا بعد نهايه المده اللي يحق فيها للطرف المتضرر الاستئناف على القرار. يعني خلال 10 ايام انت بتستأنف، هل اللجنه بتنعقد في ال 10 ايام؟ لا ما تنعقدش، فبالتالي ما بتستأنفش او ما بتنعقدش عشان تنظر في الاستئناف. طب في مباريات وانت استأنفت بتفضل موقوف، بتفضل موقوف خلال فتره ال 10 ايام اللي انت استأنفت فيهم لو فيها مباريات. واول ما بتنعقد اللجنه وبتعمل اجتماعات بتبص في الاستئناف ولقيت طلب مسبب من الطرف المتضرر بقرار اللجنه التأديبيه او لجنه الانضباط، ليه الحق ان هي تاخد قرار بايقاف القرار لحين الفصل في الاستئناف. وده اللي حصل، بس محدش عايز يقرا، محدش عايز يفهم الفكره. عايزين ياخدوا الجماهير لاطار مظلوميه، اطار المؤامره الكونيه،
وناس الناس كلها نسيت حاجة مهمة جدا، إن المباراة دي خارج مصر، خارج مصر. فلازم الناس وهي بتفكر تحذف حسبتها كويس قوي. الحاجة الثالثة والأهم، في ناس كتيرة مصرة إنها تشغلنا بالتفاصيل دي عشان ننسى حاجة أهم، ننسى حاجة أهم مش هتطرق ليها لأن هو شأن داخلي لنادي معين لا يخصنا في أي شيء، ولكن على الجهات المختصة اللي بتراقب عمل الأندية والمؤسسات الرياضية أن تنفذ القانون والأحكام فور صدورها. خدوا بالكم، على مدار 10 أيام أسبوعين الناس مش مركزة في القرارات والأحكام اللي صدرت من فترة، بس هو شأن داخلي لطرف ما مش هنتكلم فيه. وبعدين الناس بتتكلم يعني ليس ذو صفة على مواقف وقرارات غير صحيحة، والإعلام بيتعامل معاها بشكل تلقائي عادي جدا. يعني عادي حد ممكن يكون ليس ذو صفة يتكلم عادي والناس تسمعه وتقرأ وتنزل تصريحات وتتخذ قرارات ومواقف. بصراحة مش عارف إيه اللي بيحصل، عشان كده في مشاكل في اللوائح، في مشاكل في القوانين، لأن الجهات المسؤولة عن التنفيذ ما بتطبقش حاجة من اللي موجود في الورق ومن اللي احنا عرضناه واتكلمنا فيه. عموما عندنا مباراة كرة قدم يوم بإذن الله الجمعة، هنلاعب بيراميدز. وبالمناسبة سواء واجهت بيراميدز في فيوتشر طلائع الجيش، انا بعتبرها مواجهة صعبة جدا جدا جدا. بيراميدز في نهائي الكاس لها مباراة كبيرة، فرقة بيراميدز في ماتش السوبر هتعمل مباراة قوية وعندها تحدي وعندها دوافع كتيرة ان هي تعوض خسارة الكاس، تعوض خسارة الخروج من الكونفدرالية، تعوض خسارة كاس الرابطة. فالمهم جدا على لعيبة النادي الاهلي والجهاز الفني، وهم عارفين اكيد ده كويس جدا، وانا كنت موجود معاهم في المغرب وشفت الاجواء اللي كولر بيعيش فيها اللعيبة والجهاز المعاون والفريق ازاي بيتم تحضيره بشكل جيد جدا للمباريات الكبرى. شفت كمان كابتن سامي قمصان دوره ايه، شفت الجهاز الطبي، شفت الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة، حتى على مستوى مجلس الادارة دور رؤساء البعثات موجودين مع الفريق في مثل هذه المباريات الكبيرة والصعبة. ان شاء الله باذن الله الاهلي هيكون موفق، جمهور الاهلي حاضر باذن الله وهيكون موجود في ملعب محمد بن زايد ايا كان المنافس. جمهور الاهلي كده كده في ملعب نادي الجزيرة 70-80% من ساحة الملعب جمهور الاهلي. واجهت الزمالك، بيراميدز، فيوتشر، ايا كان المنافس، الناس كلها عارفة شعبية الاهلي في كل مكان، في الخليج، في مصر، في افريقيا. الحمد لله الاهلي دايما مسيطر ومنور ورقم واحد. طيب النهارده الصبح مجلس ابو ظبي الرياضي اصدر بيان بخصوص لقاء السوبر ما بين الاهلي وبيراميدز، وقال طرف في كاس بيراميدز طرف في كاس السوبر المصري في ابو ظبي الامارات العربيه المتحده ابو ظبي النهارده 3 مايو. بناء على المستجدات الوارده من الاتحاد المصري لكره القدم، يشارك نادي بيراميدز في كاس السوبر المصري بعد خطاب رسمي من الاتحاد المصري بتغيير احد طرفي السوبر. ونتقدم باعتذارنا للجماهير التي بادرت بحجز تذاكر حضور المباراه بناء على الاطراف المعلن عنها سابقا لاسباب يعلمها الجميع وخارجه عن اراده مجلس ابو ظبي الرياضي لكونه ليس جهه الاختصاص في تحديد اطراف المباراه. وسيتم اتاحه الفرصه امام الجماهير الراغبه في استرجاع قيمه تذاكر المباراه في الاماكن المخصصه لجمهور الزمالك منذ صدور البيان وحتى الساعة 11 من مساء اليوم الخميس 4 مايو. وطبعا في رابط مجلس ابو ظبي حاطه في البيان عشان اللي عايز يرجع التذكرة يدخل على الرابط وازاي يعمل استرجاع للتذكرة، وتبقى متاحة لاي جماهير ممكن تقتنيها خلال الساعات الجاية. عشان كده كان في توقيت محدد من اول صدور البيان لغاية الساعة 11 من مساء اليوم. تقرا البيان تزعل، تزعل على ان الاشقاء في الامارات ومجلس ابو ظبي والناس كلها هناك بتحاول تقدم كل مجهوداتها عشان تطلع مباراة كبيرة تليق بالكرة المصرية وتليق بالأشقاء في الإمارات، لأن هم بيبقوا سعداء جدا لما بيبقوا يستضيفوا أي حدث في طرفي كرة مصرية، جماهير مصرية، أي أحداث. أنا عشت الأحداث دي في الإمارات حوالي 3-4 مرات، حتى سفريات الأهلي الإفريقية في الدول العربية. والله الناس بتحب تشوف الأهلي والزمالك والفرق العربية كلها تشوفها في هذه المناسبات الكبيرة. ولكن للأسف مجلس أبو ظبي النهاردة تعامل بشكل احترافي جدا. أولا هو ليس جهة اختصاص في تحديد الأطراف المتنافسة، كلنا عارفين اتحاد الكرة هو المسؤول، بيختر الشركة الراعية والشركة الراعية هتختر بالتأكيد مجلس أبو ظبي. وفي النهاية تم الإعلان بشكل احترافي إن الجماهير اللي حجزت وعايزة ترجع التذاكر النهاردة في مساحة وقت لغاية 11 بالليل ترجع التذاكر. لكن في النهاية خلاص نقفل الملف، عندنا مباراة مهمة جدا مع بيراميدز، بطولة مهمة جدا في توقيت مهم، نلعبها ونكسبها ونفرح جمهورنا
ونقفل على ملفات الفاضيه اللي كانت في الفتره الاخيره دي، اللي كانت للاسف كانت مثاره بشكل كبير جدا اثناء مباراه الاهلي والرجاء المغربي في توقيت كان غلط، لكن للاسف يبدو ان البعض كان عايز يعمل بلبله لعل وعسى يعني يشتت تركيزك شويه على مباراه صعبه واقوى كانت مباراه الرجاء الرياضي المغربي. تخطيناها الحمد لله بكل جداره، عندنا السوبر نعديه ونقفل، لان عندنا مباراتين في غايه القوه، مباراه الترجي التونسي ذهابا وايابا في رادس ثم في القاهره. عموما نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع نشوف اخبار الفريق، سافر امبارح الى ابو ظبي، اخبار الفريق، اخبار التدريبات، البرنامج خلال الفتره الجايه حتى موعد المباراه ان شاء الله مساء الجمعه المقبل. طيب اخبار بعثه الاهلي في الامارات استعدادا لمباراه السوبر، يمكن في جلسات استشفائيه للاعبي الاهلي داخل فندق الاقامه، الوقت كان ضيق جدا على فكره، الاهلي لعب يوم السبت في المغرب مباراه صعبه جدا امام الرجاء الرياضي المغربي، وكان فيها ضغوط عصبيه كبيره جدا، المباراه كانت فيها احداث كتير، انتهت بالتعادل السلبي وتاهل الاهلي الى الدور نصف النهائي. رجع القاهره بعد المباراه مباشره، كان موجود صباح يوم الاحد في القاهره، يا دوبك خد اجازه الاحد، اتمرن الاثنين، سافر الثلاث. لعيبه طبعا خضعت لجلسات استشفائيه، ويمكن قدامكم على الشاشه يمكن دي بعض اللقطات الخاصه والحصريه من استقبال فريق النادي الاهلي في الامارات استعدادا لمواجهه بيراميدز في السوبر باذن الله يوم الجمعه المقبل. طيب جلسات استشفائيه في فندق الاقامه للتخلص من الاجهاد اللي تعرض ليه اللعيبه خلال الفتره الماضيه، يمكن عقب خوض المران الجماعي مساء امس اللي اقيم على ملعب الكريكيت بالعاصمه الاماراتيه ابو ظبي. المران ده استغرق حوالي ساعتين، تضمن العديد من الفقرات التدريبيه والفنيه استعدادا لخوض مباراه السوبر. قدامنا بقى لعيبه النادي الاهلي، طاهر، محمد فخري، محمد هاني. محمد هاني لعب مباراه الرجاء بشكل عالمي، ويمكن بصراحه انا المباراه تحديدا دور الطبيب النفسي في تهيئه اللعيبه نفسيا للضغوط اللي كانت موجوده في المباراه كانت مهمه جدا جدا جدا، انك نازل مش هقول ريلاكس، لا نازل في هدوء، تعرف تتعامل ازاي مع المباريات اللي فيها ضغوط وحضور جماهيري كبير. علي معلول خلاص بقى يعني مش هتكلم على الخبره والدور والقياده، لا علي معلول اصبح يعني علامه بارزه داخل صفوف الاهلي في الفتره الاخيره. كهربا كان في استقبال كبير جدا، الناس كلها في المغرب بتتكلم عليه، برضو في الامارات الناس كلها بتستقبل وبتتكلم على كهربا، ابرز لاعب موجود في الكره المصريه خلال السنوات العشر الاخيره. ارقامه على فكره مش بقول كده عشان بيلعب في الاهلي، ده ارقامه هي اللي بتقول، حتى الفتره اللي رجع فيها من الايقاف ارقامه كلها بتقول. حسين الشحات كان على اعتاب انه يجيب هدف عالمي في مباراه الرجاء، لكن قدامكم طبعا الحافله الخاصه بالنادي الاهلي، مرحبا بكم نورتونا، وفي الطريق طبعا من المطار الى فندق الاقامه في اماره ابو ظبي. طيب الاهلي يخوض مرانه الثاني النهارده، الفريق باذن الله حوالي الساعه 8 هيخوض مرانه الثاني مساء اليوم الاربعاء، والتوقيت ده هيكون بتوقيت الامارات الساعه 8 بتوقيت الامارات، يعني حوالي الساعه 6 بتوقيت القاهره. نفس الملعب التدريب هيكون ملعب الكريكيت في ابو ظبي، وعلى فكره نفس الملعب ده الاهلي اتمرن عليه في المباريات السوبر اللي كانت بتتلعب في المواسم السابقه، يعني الاهلي متعود عليه، وكل ملاعب الامارات بصراحه ملاعب مميزه جدا زي ما انتم شايفين على الشاشه، يعني ملاعب ذو مواصفات عالميه واخده الكونفيرم والموافقه من الاتحاد الدولي على معايير الكاتيجوري الخاصه بملاعب التدريب اللي الفيفا ممكن يستعين بيها في الاحداث الدوليه. زي ما قلت تمرين امبارح كان في نفس الملعب. طيب بيراميدز بعد الاعلان الرسمي عن اختياره لمباراه السوبر النهارده اعلن القائمه اللي هيتم اختيارها لمباراه السوبر، واعتقد بعد ساعات قليله جدا او اقل من ساعه الفريق هيتحرك من مطار القاهره للسفر الى ابو ظبي. قائمه الفريق يمكن فيها ثلاث حراس مرمى، احمد الشناوي، احمد دعدور، ويوسف نادر. خط الدفاع في علي جبر، احمد سامي، احمد فتحي، محمد حمدي، كريم حافظ، محمد الشيبي، عبد الله مجدي، احمد توفيق. خط الوسط بلاتي توري، هشام محمد، محمود دونجا، محمد صادق المغربي، وليد الكارتي، واسلام عيسى، اوجو سامويل، محمود صابر، مصطفى فتحي، رمضان صبحي، ابراهيم عادل. وفي خط الهجوم فخر الدين بن يوسف اللاعب التونسي، ودودو الجباس، والمهاجم الجنوب افريقي فخري لقاي. كلنا عارفين النادي الاهلي ما بيعلنش القائمه، النادي الاهلي الكولر بيختار مجموعه من اللاعبين بيسافر بيهم في اي مباراه سواء محليه او افريقيه. قدامكم على الشاشه اهي دي قائمه بيراميدز اللي تم اختيارها لكاس السوبر ما بين الاهلي وبيراميدز. طبعا في غيابات في بيراميدز، لكن طبعا الاهلي ما بينظرش للتفاصيل دي وبيحضر بشكل كويس للمباراه ايا كان المنافس. الاهلي طبعا كلنا عارفين الغيابات يعني معروفه ومعلنه،
وكان في صوره طبعا للفريق العدد المستبعدين في تدريب التتش، عمرو السوليه، رامي ربيعه، ايمن اشرف، شادي حسين، يعني عدد من اللعيبه مش موجودين، برونو سافيو، لكن كلنا ثقه في المجموعه اللي اختارها كولر في لقاء السوبر باذن الله يوم الجمعه. نخرج لفاصل، وبعد الفاصل نرجع، عندي تفاصيل مهمه جدا، واحنا بنتكلم على السوبر ما ننساش برضه عندنا مباراه مهمه جدا في دوري ابطال افريقيا، مباراه السيمي فاينال مع الترجي، فيها تفاصيل مهمه هنقولها ولكن بعد الفاصل. طيب قبل ما نتكلم على مباراه الاهلي والترجي وعندنا تفاصيل واخبار واحداث وناس كتير بتسالنا من حوالي 4 أيام ايه اللي هيحصل ومواعيد المباريات والحكام، نرجع تاني لابو ظبي لان عندنا مداخله مهمه جدا مع زميل عزيز الاستاذ محي ورده الناقد الرياضي بجريده الاتحاد الاماراتيه، معانا على الهواء من ابو ظبي عشان نطمن منه على جاهزيه استاد محمد بن زايد وترتيبات مجلس ابو ظبي لخوض مباراه السوبر بعد اللي حصل الفتره الاخيره، وهتكون المباراه باذن الله ما بين الاهلي وبيراميدز. استاذ محي ازاي حضرتك؟ مساء الخير. ربنا يخليك. ازيك يا استاذ محمد؟ مساء الخير عليك ومساء الخير على كل الجماهير المصريه وجماهير النادي الاهلي تحديدا، ويا رب ان شاء الله تكون احتفاليه وبعيد للكره المصريه ان شاء الله باذن الله. وحشني جدا وموفق ومتالق انت وكل زملائنا المصريين في الامارات، وعايزين نطمن منك بقى على الاستعدادات والترتيبات لهذه المباراه باذن الله. بص عايز اقول لك ان يعني رغم القلق اللي حصل الكام يوم اللي فاتوا والتوتر والترقب اللي هو الزمالك جاي لا مش جاي، الامور هتمشي بأي شكل، لكن الناس هنا ما بتسيبش حاجه للصدفه، يعني مجلس الضابط الرياضي عايز اقول لك فعاليات على مدار العام تقريبا شبه ما بتنتهيش، والكلام ده قلته قبل كده ان ابو ظبي يعني عندها استراتيجيه او مجلس ابو ظبي الرياضه عنده استراتيجيه ان هو يكون ابو ظبي عاصمه الرياضه العالميه، وبالتالي هو بيشتغل على احداث مش عايز اقول لك في العالم كله، يعني بيجيب احداث من كل عالم، سوبر ارجنتيني لمده 4 سنين، سوبر السوداني سبق انه اتلعب، السوبر المصري شفنا كام سنه احداث وفعاليات بكل المجالات وكل الانشطه، فنون قتاليه، العاب جولف، تنس، يعني بطولات عالميه بتقام في ابو ظبي، فبالتالي مفيش حاجه متسابه للصدفه. مجلس ابو ظبي الرياضي الاحداث بتمر على مدار العام، وبالتالي الاستعدادات على قدم وساق بصرف النظر عن طرفي المباراه، الامور كلها على ما يرام. مجلس ابو ظبي النهارده اعلن في بيان رسمي اللي هي حسم القصه بتاعه التذاكر، طرفي المباراه الامور محسومه، المؤتمرات الصحفيه بكره هتنعقد ان شاء الله، والاجتماع الفني الساعه كام؟ الساعه 3 الساعه 3 الاجتماع الفني للمباراه، المؤتمر الخاص بالنادي الاهلي الساعه 4:30، كل ده في استاد محمد بن زايد، مؤتمر بيراميدز الساعه 5 او 5 الا ربع تحديدا. خلاص كل الامور معلنه، في حفل فني قبل المباراه يضبط المباراه في الفنان المصري تامر حسني، كل ده تم اعلانه النهارده، وقصه التذاكر خلاص من حق الجمهور اللي هو في الجزء الخاص اللي هو كان مخصص لنادي الزمالك من حقه يرجع التذاكر، في رابط اعلن عنه مجلس ابو ظبي الرياضي، بتدخل عن طريق رابط وعن طريق الشركه اللي تم من خلالها الحجز، عندك فرصه انك ترجع التذكره لحد الساعه 11 مساء الخميس. عايز اقول لك بقى بالنسبه للامور الثانيه كل الامور تمام، كل الدنيا محسومه، التنظيم والحاجات دي انا يعني اضمن لك ان هو أكيد. هيكون على اعلى 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 مستوى، وكل شيء معمول حسابه، وان شاء الله بقى يعني المباراه تبقى في على ارضيه الملعب، نشوف مباراه تليق بالكره المصريه باذن الله، نسينا الاحداث اللي حصلت الكام يوم اللي فاتوا اللي هم كان يعني كانت سبب في ان في حاله مش عايز اقول من يعني حاله حزن شويه من أكيد. جانب الناس ومن جانبنا احنا كمصريين، والله ما كناش نتمنى الامور توصل لكده، لكن خلاص الصفحه واتقفلت، المباراه خلاص وهتتلعب، الدنيا الامور كلها ان شاء الله تمام، وان شاء الله المباراه تخرج زي ما قلت بشكل فريد بسمعه الكره المصريه في المقام الاول. طيب انا مش هطول عليك، عارف عندكم شغل كتير وبتطلعوا في اليوم اكتر من عدد عشان المباراه الكبيره، لكن عايز اعرف منك، يمكن الحكام المصريين تم اعلانهم بشكل رسمي، البنا والمساعدين، حكام تقنيه الحكم الفيديو المساعد الفي ار من الامارات، لكن لم يتم الاعلان عن اسمائهم، عندك الاسماء ولا لسه الاتحاد الاماراتي هيعلن خلال الساعات الجايه؟ لا 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 لسه الاتحاد الاماراتي لم يعلن طاقم التحكيم الفار، لان زي ما قلت لك هو الفتره اللي فاتت بس كان في حاله من القلق والترقب والاحداث ويعني وقصه مين جاي ومين الطرف والمباراه هتقام ازاي والكلام ده، يعني الكلام ده خد من وقتنا كتير وخد من تركيز الناس هنا كتير اعتقد الثلاث اربع ايام اللي فاتوا، لكن لا لسه ما اعلنش، اعتقد الامور دي كلها هتتحسم بكره يعني باذن الله بشكل كبير، وان شاء الله ربنا يسهل، واهم ما في الموضوع ان ان شاء الله تخرج المباراه فعلا تنسينا اللي حصل ونستمتع بها كلنا اماراتيين ومصريين
لان عايز اقول لك ان اهلي والاهلي وجوده هنا، ويمكن انت شفت في كاس العالم للانديه وشفت أكيد في كام اربعه خمسه سوبر الاهلي كان طرف فيهم، كل مباراه السوبر اللي اتلعبت هنا كان الاهلي طرف فيها، سواء لعب مع المصري في العين او مع الزمالك اربع مرات قبل كده. الاهلي ليه شعبيه كبيره جدا وليه جماهيريه كبيره جدا، في ناس بتيجي من كل الامارات عشان الاهلي، وفي اماراتيين كتير جدا بيشجعوا الأهلي. بيشجعوا الاهلي. وانا اعتقد وتصوري ان الاستاد بكره هيبقى مليان بجمهور الاهلي، الاستاد 40,000 او بيشيل تقريبا 38,000، متصور ان الاستاد هيبقى مليان تقريبا بجمهور الاهلي، الا اذا كان في نسبه من جمهور الزمالك هتحضر، فده شيء لسه ما نعرفوش، لان موضوع استرجاع التذاكر مش باين النسبه ومش هتقدر لسه مش هتقدر تحصرها دلوقتي. صح. مع اغلاق اللي هي اعاده التذاكر هنقدر نحصر نسبه التذاكر اللي رجعت، وكمان الاليه بتاعت طرح التذاكر بشكل جديد، يعني هل هيتم طرح التذاكر بشكل جديد من اللي هي فتره من الخميس بالليل لحد الجمعه اقامه المباراه، ولا الامور هتمشي ازاي؟ بالظبط. الموضوع ده هيتضح مع اعاده التذاكر في الساعات القليله القادمه ان شاء الله. باذن الله. الزميل العزيز محيي ورده الناقد الرياضي بجريده الاتحاد الاماراتيه، انا بشكرك شكرا جزيلا، ادانا تفاصيل ومعلومات مهمه ومدى جاهزيه الاخوه الاشقاء في الامارات لاستقبال مباراه الاهلي وبيراميدز. طيب سريعا عشان وقتنا، لسه عندي ترند الاهلي والترند العالمي، مباراه الاهلي والترجي التونسي. احنا طبعا شغالين في كذا ملف، مش بنتكلم بس على السوبر ولا الدوري، الحمد لله الاهلي كل الماتشات جاهز وبيحضر لها بشكل كويس، عنده مناسبات عديده، كاس عالم انديه، بطوله افريقيا، دوري وكاس، نمسك الخشب يعني. النادي الاهلي دايما الحمد لله هو الممثل اللي بيشرف دايما الكره المصريه في جميع المحافل المحليه والقاريه والدوليه. عندنا مباراه صعبه مع الترجي التونسي خلال الفتره الجايه، مباراه الدور نصف النهائي. الميعاد الرسمي اللي تم اعتماده صباح اليوم وتم ارساله بشكل رسمي لقاء الذهاب هيكون في رادس يوم الجمعه 12 مايو الساعه 8 مساء بتوقيت تونس، العاشره مساء بتوقيت القاهره. المباراه دي هيديرها حكم من كينيا اسمه بيتر ويرو، ده حكم من كينيا هو اللي هيدير لقاء الذهاب في رادس، وهيكون على تقنيه الحكم الفيديو المساعد جزائري الدولي مصطفى غربال. طيب لقاء العودة هيكون أيضا يوم الجمعة، الجمعة 19 مايو في استاد القاهرة الدولي، ولكن المباراة هتكون الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، هتكون بقى 8 مساء بتوقيت تونس. المباراة دي هتكون بقيادة تحكيمية للموريتاني دحان بيدا، ومعاه على تقنية الحكم الفيديو المساعد الغاني دانيال لاريا. ناس مستغربة، ماتش اللي فات مع الرجاء حكم سوداني حكم ليبي، ماتش الترجي حكم كيني حكم موريتاني، قدامنا على الصوره هي الحكم الموريتاني دحان بيدا. بصوا يا جماعه، انا قلت الكلام ده من فتره والناس ما كانتش لسه مستوعبه، ديو نورمانديز المسؤول عن لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي بيجهز الصف الثاني، المجموعه دي هي اللي هتشتغل خلال العشر سنوات اللي جايه لاداره مباريات الانديه والمنتخبات خلال الفتره اللي جايه، فطبيعي تلاقي الاسماء دي في نصف النهائي، وممكن كمان تلاقي حكم قبل كده ما حكمش نهائي افريقيا موجود في مباراه النهائي ان شاء الله لما الاهلي يتاهل باذن الله ان شاء الله الى المباراه النهائيه. طيب الناس بتسال وتتكلم ازاي الاهلي هيلعب مع الترجي في رادس يوم 12 مايو وتحديد الميعاد والمباراه والحكام، ولسه في اجتماع للجنه الانضباط خلال الساعات اللي جايه، هل ممكن يطلع قرار ينسف هذا التعيين وينسف الميعاد والتوقيت والمباراه تتلعب فين؟ من مصادري ومعلومات بقدر الامكان خلال ال 48 ساعه الماضيه بحاول اعرف ايه الوضع بالظبط. قبل موضوع لجنه الانضباط امبارح كنت عرفت ان الماتش من 12 مايو خلاص في رادس، ولكن لجنه الانضباط هتجتمع بكره، والكلام ده خدوه بقى يعني بالشكل يعني بشكل شبه رسمي، بكره في اجتماع للجنه الانضباط في الاتحاد الافريقي وهتكون في جلسه تحقيق، وهيكون مدعو فيها احد مسؤولي نادي الترجي لاستبيان او معرفه الحقائق اللي حصلت او المواقف اللي حصلت في ملعب رادس. في تقرير من المراقب، في تقرير من المنسق الامني، وفي تقرير من المنسق العام لمباراه الترجي وشبيبه القبائل. الثلاثه مغاربه، يعني مراقب المباراه كان مغربي، المنسق العام مغربي، المنسق الامني مغربي. فالثلاثه عندهم تقارير لمباراه الترجي وشبيبه القبائل. كمان الاتحاد التونسي هيكون ممثل في هذا الاجتماع عشان يقدر يرد على فكره الناحيه الامنيه ومعايير السلامه والامن المتعلقه باستاد رادس الفتره اللي جايه. بخلاف لجنة الانضباط هتبص في التقارير وتسمع وجهة نظر مسؤول الترجي عشان في النهاية تاخد قرارها. هل لو لجنة الانضباط طلعت قرار بإقامة المباريات خارج تونس
الماتش هيتغير ميعاده، وارد يتغير ميعاده وارد يتغير توقيته وكمان مكانه، لان ده في النهايه قرار للجنه تأديبيه، دي لجنه مستقله بتاخد قرارات ممكن تغير اي حاجه خدتها المسابقات خلال الفتره الاخيره. ولكن في مؤشرات بتقول ان المباراه قد تكون بدون جمهور. عموما هننتظر ونشوف خلال الساعات اللي جايه. احنا كنادي اهلي هنستعد للترجي سواء بجمهور او بدون جمهور. الحمد لله كل مبارياتنا مع الاشقاء في تونس بحضور جماهير بنلعب وبنظهر بشكل كويس جدا. ولو هناك ازمه داخليه اتمنى تتحل هناك، لان احنا بالتاكيد بندعم الاشقاء في تونس، واقفين في صفهم واقفين في ظهرهم، لكن في النهايه في قرارات لجنه تاديبيه هتاخدها خلال الساعات اللي جايه. احنا هنستعد وهنحضر للمباراه ايا كانت القرارات، لكن دي المواعيد الرسميه حتى الان، ودول الاطقم التحكيميه اللي هيخوضوا المباريات خلال الفتره اللي جايه. كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في تخطي عقبه الترجي اللي بيقوده على فكره مدير فني محترم قدير جدا بنعزه وهو بيعزنا، الكابتن نبيل معلول. اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع عندنا ترند الاهلي سريعا كده نشوف السوشيال ميديا كتبت ايه على الاهلي خلال الساعات الاخيره. سريعا مع بعض نشوف اخر فقره معانا في برنامج الترند ونبدا بترند الاهلي عشان الوقت بيجري بسرعه. حساب يلا كوره بيقولوا ان يلا كوره يكشف كيف تعامل كولر في معسكر ابو ظبي مع تغيير منافس السوبر. طبعا الفكره في حد ذاتها انت بتجهز مباريات الاخيره للمنافس، ممكن كنت بتجهز المنافس هيكون الزمالك فجاه بقى بيراميدز، ولكن الميزه ان الاهلي لاعب بالبيراميدز ما فيش من فتره قريبه في فاينل الكاس، فالامور مش هتختلف كتير اكيد. لكن طبعا كولر بينه وبين نفسه بيقول هو ايه اللي بيحصل. الوطن سبورت بيقولوا الاصابه تلاحق ديانج قبل مواجهه الاهلي وبيراميدز في السوبر، ان شاء الله تكون بسيطه، وفي النهايه الجهاز الفني هيختار افضل العناصر اللي جاهزه في بدايه المباراه. كوره بلس موقف كهربا من قياده هجوم الاهلي امام بيراميدز في السوبر المصري. والله يا وجهه نظر فنيه، كولر شايف ان قرار محتاج يريح عشان في ماتش مع الترجي التونسي، هو حر عايزه يبدا بيه، شايف كده اوكي يكون على الدكه مفيش مشكله خالص، لكن في النهايه الاهلي بيتعامل مع المباريات دي بوجهه نظر فنيه، لا في حاجه اسمها اداريه اصل هيلعب اصل هيشارك اصل بيعاند، مفيش الكلام ده خالص، الاهلي بيتعامل كوره بس مش اكتر. طيب لكن المواقع حابه تاخد السكه التشكيل واختيار كهربا في سكه ثانيه للاسف من امبارح. كوره 11 لاسعاد الجماهير، الكابتن محمود الخطيب يوجه رسائل تحفيزيه لنجوم الاهلي وتحذير وحيد قبل خوض مباراه السوبر. كابتن محمود الخطيب كان اتكلم ووجه رسائل مهمه جدا في التدريبه الاخيره للفريق بضروره التركيز والابتعاد عن اي مؤثرات او احداث اخرى، واهم حاجه اسعاد الجماهير في هذه المباراه الصعبه. وكمان في نقطه ثانيه قبل ما اروح بقى للمشاركات عشان وقتنا بيجري بسرعه، كابتن سامر الحفيظ قال كلمه مهمه جدا للاعيبه في اول تمرين، مش مهم احنا جايين هنلاعب مين، المهم اللي احنا هنا عشان نكسب الماتش ونرجع بالكاس. دي مهمه جدا في الاعداد النفسي والذهني للاعيبه النادي الاهلي. طيب نروح بقى للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، توقعاتكم للتشكيل ونتيجه اللقاء. استاذ عبد الله رضوان بيقول مساء الخير استاذ محمد، تشكيل الاهلي شناوي هاني عبد المنعم ياسر معلول حمدي فتحي مروان عطيه ديانج او قندوسي شحات تاو محمد شريف. راي الاستاذ سعد الشامي وده اخر تعليق معايا، حراسه المرمى الشناوي، الدفاع هاني متولي عبد المنعم علي معلول، خط الوسط مروان عطيه اليو ديانج حمدي فتحي، خط الهجوم بيرسي تاو كهربا حسين الشحات، وان شاء الله السوبر اهلاوي. للاسف كالعاده الوقت معاكم بيجري بسرعه جدا، ولكن قدر الامكان حاولنا النهارده يعني نقربكم شويه من الصوره وللاحداث بالنسبه للنادي الاهلي. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.